في الفيديو ده هحكي لكم القصة الحقيقية والحزينة لسالي. أكيد كلنا شفنا الكرتون ده وإحنا صغيرين وتأثرنا جدا بأحداثه الحزينة، بس القصة الحقيقية لسالي حزينة ومؤلمة أكتر من الكرتون. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، لأن الفيديوهات الجاية هنحكي فيها قصص أميرات ديزني الحقيقية. في البداية خلينا احكي لكم ملخص سريع لأحداث المسلسل لو ما شفتهوش، ولو حابب تعرف القصة الحقيقية على طول روح للوقت الظاهر على الشاشة. بيبدأ المسلسل ويحكي عن بنت اسمها سالي. سالي بتعيش حياة سعيدة جدا مع والدها الغني في بريطانيا، وفجأة وسط السعادة دي بيتوفى والد سالي وتتحول حياتها 180 درجة. وده بيبدأ لما بنعرف ان ابوها الثري جدا افلس، وهنا بتظهر مديرة مدرسة سالي واللي الاسباب هنعرفها بعد شوية كانت بتكره سالي وبتحقد عليها جدا، وبسبب كرهها وحقدها لسالي استغلت موت ابوها وافلاسه علشان تطلع الحقد اللي جواها تجاه سالي، وخلتها بعد ما كانت طفلة سعيدة تتحول لطفلة بائسة وحزينة، وخلتها تشتغل خدامة في المدرسة. وفضلت سالي على الحال ده لمدة كبيرة جدا، وفي يوم من الأيام بيزورها صديق أبوها اللي كان بيدور عليها في كل حتة، وأخيرا لما لقاها إداها نصيبها في ورث أبوها. وفي نهاية المسلسل بتبتسم الحياة لسالي تاني وبترجع غنية. ودي كانت قصة سالي اللي في الكرتون. تعال بينا بقى نتعرف على قصة سالي في الحقيقة. وبداية القصة كده، سالي اسمها الحقيقي هو سارة كريو. سارة كانت من أصول غربية أسيوية لأب هندي غني جدا وأم فرنسية، واللي بتتوفى وسارة لسه رضيعة. المهم بتبدأ القصة سنة 1888 في الهند، وكانت الهند في الوقت ده مليانة حروب بسبب الاستعمار البريطاني. ووالد سارة كان هندي واسمه ريتشارد كريو، ووالدة سارة ماتت وهي طفلة رضيعة. وبسبب الأوضاع اللي كانت بتمر بيها البلد وظروف شغل والدها اللي كان في الجيش وقتها، قرر يقدم لها في مدرسة داخلية في بريطانيا. وسارة وقتها كان عمرها 7 سنين، وبدأت سارة حياتها في المدرسة الداخلية. وكان والد سارة طالب من المديرة إنها توفر لسارة الراحة والرفاهية وكل حاجة تحتاجها، وطلب من المديرة إن سارة تقعد في غرفة كبيرة وتكون في خادمة تساعدها في يومها. ومديرة المدرسة الآنسة منشن وافقت ووفرت فعلا الحياة السعيدة دي لسارة. ولكن الآنسة منشن كانت إنسانة غير سوية، وكانت بتكره سارة وبتحقد عليها بسبب ثراء أبوها. كمان عشان سارة كانت طفلة ذكية جدا ومحبوبة من كل أصدقائها. وبعد مرور أكتر من سنة وسارة عايشة الحياة السعيدة دي في المدرسة، بيجي عيد ميلاد سارة الـ11، وعيد الميلاد ده هيقلب ويغير الموازين، وده لأن والد سارة مات، وكمان مات مديون وأفلس. طبعا الخبر كان صادم قوي لسارة كونها خسرت مصدر الأمان في حياتها وأكتر شخص كان قريب منها. ولكن أثناء حزن سارة كانت الآنسة منشن بتستغل ده وحولت حياة سارة لجحيم أكتر، فراحت نقلتها من غرفتها الكبيرة لغرفة صغيرة جدا وخلتها تشتغل وتمسح وتنظف المدرسة كلها، وكانت بتعاملها معاملة سيئة جدا. ورغم الحياة البائسة والكابوس اللي سارة كانت عايشة فيه، فضلت سارة البنت الذكية والمحبوبة من كل أصدقائها. وبنعرف إن والد سارة دخل مشروع كبير استخراج الألماس، وكان ليه شريك اسمه السيد كاريسفور. ولكن في البداية مشروعهم بيفشل وبيخسروا كل فلوسهم، وبتعدي الشهور والسنين وبيموت والد سارة. بعدها المشروع بيبدأ ينجح وبيكبر، فالسيد كاريسفور أول ما المشروع بينجح بيقرر إنه يبحث عن سارة بنت الكابتن ريتشارد اللي هو شريكه في المشروع. وفي يوم بتصحى سارة على ورد وأكل حلو. سارة اعتقدت إنها بتحلم، ولكن هي ما كانتش بتحلم، لأن الجيران اللي جنب سارة في الوقت ده كانوا ناس طيبين وكانوا بيشوفوا سارة ومعاناتها في تنظيف السكن، فحبوا يفرحوها ويجيبوا لها حلويات وأكل وورد كل يوم. وبدأت سارة تتعرف على الجيران وتحكي لهم قصتها كلها من البداية، فبيوصل الكلام لصاحب منزل الجيران، وهنا كانت المفاجأة، وده لأن صاحب البيت هو السيد كاريسفورد، وكان بيدور على سارة علشان يديها حقها. فبيروح لسارة ويبدأ يسألها عن حياتها وعن أبوها والمدينة اللي كانت عايشة فيها في الهند، ويتأكد فعلا إنها سارة كريو. ولما تأكد عرفها إنه كان بيدور عليها علشان يديها ورث أبوها، واديها حقها فعلا. وبكده رجعت سارة غنية من تاني. وأول حاجة عملتها سارة هي إنها أخدت كل أصحابها والعاملات في السكن للهند معاها، وراحت للمخبز اللي كانت بتشتري منه الخبز، وادت لصاحبته فلوس كتيرة وطلبت منها انها تدي خبز لاي طفل جعان ومش معاه فلوس.
وبتنتهي هنا قصة سارة كريو اللي بتموت وهي عمرها 59 سنة. ودي كانت نهاية القصة الحقيقية لسالي. عرفوني في التعليقات تحبوا الفيديو الجاي يكون عن ايه. اغلب افكار الفيديوهات اللي بعملها باخدها من التعليقات، ولو وصلت للجزء ده من الفيديو يبقى اكيد عجبك، فاعمل لايك واشترك في القناة دلوقتي عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة. سلام.